رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، رصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. بندت على ان خلص اشغالنا، بندت. يعطيك العافية الجار. الله يعافيك جاري. وش فيها سيارة؟ ما ادري، مرة واحدة بندت، ما ادري وش فيها، شيكت الفيوز ما اراد يشتغل. لا شيلها يا جار، خلها عنك ولا تهتم. والله متفشل منك جاري. ما عليك منها، لا شيلها، انا عندي سيارة ثانية اخلص فيها اشغالي. لا لا جاري، خلها، انا بوديها الجراج على حسابي. خلها عنك، انا بوديها الجراج ولا تهتم، ولا شيلها. الو، اهلا عبد الله. عبد الله، اذا في مجال الرافعات، شي سيارتين بنت عندي على الشارع. ايه فاضيه الرافعه ولا لا؟ ايه بس تعال مرني 5 دقائق وشيلها. يلا اوكي، يعطيك العافيه. صل على النبي، 3 ساعات واحنا في هالشارع، وش هالزحمه؟ صل على النبي يا ابو حسين، كل يوم هالحزة يصير ازدحام، تلاقي الناس طالعة من أشغالها، يعني ازدحام طبيعي. ازدحام طبيعي، هذا أكيد شرطي المرور موقف الشارع ومسوي هالزحمة. حاسب لا تعطيه مجال يدخل قدامنا. ويش فيها لو ساعدنا ويا الناس؟ ويش فيها؟ ترى الناس ما تستاهل، خل عنك الطيبة الزايدة، ما تنفع. الله يهديك بس يا أبو حسين، أنا أحس أن أنت دائما تبالغ. إيش قصدك؟ يعني أنا غلطان؟ لأن أنا ما شفت من الناس إلا كل خير. مشكور على التوصيل. حاضرين للطيبين. ويش ليم صاحبنا؟ كله يفكر وحيفهم للدنيا. ما شاء الله، علي خوش رجال، صح عصبي لكن قلبه أبيض. Thank you.
6 دينار و265 فلس يا طيب. 6 دينار 265؟ تأكد مو غلطان. لحظة بعيد لك الحساب. لا لا تعيد له عشان بحسب. دينار من وين جبت 265؟ هالكاونتر حسب شو؟ تبي تنهب تبي تبوقنا؟ ابوك ليش هالكاونتر؟ اسكت! محمد؟ على كم الخوخ؟ كيلو دينارين. كيلو دينارين؟ ايه. عسولي كيلوين برتقال. ان شاء الله. يلا. هلا وين الفلوس؟ سجع الدفتر. هلا هلا الجار، حياك تفضل. جاري جاي لك في طلب مستعجل. قول تدلل. بغيت السيارة ساعة ساعتين، بودي الوالدة العيادة. بس السيارة؟ السيارة يا الجار وصاحب السيارة. انتظرني بس واجيب لك السويتش. لا تنسى سلم لي على الوالد. الله يسلم. صدق الناس لبعضها. الله يسهل عليك يا الجار. ويا شباب انت لو انت زين قول لكم الهبل بسرعه يصدق هذا يلا وقدود يلا 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 مسكين حسين ظهر نايم تعبان. هذا ما يتصل إلا لوقت الحاجة. والله ما لي مزاجي. هلا. هلا أبو حسين. أبو حسين تقدر تمرني البيت؟ ليش بعد؟ إيش صاير؟ لا بس بيت عمي عازميني وتأخرت عليهم. زين ليش؟ إيش فيها سيارتك؟ جارنا محمد أخذ السيارة. بحال ما عطيتها لهذا؟ لا لا والدة مسكينة مريضة يقول تعبانة. هذا أكبر عاقلة مو أبوه. لا لا مريضة مريضة مسكينة أقول له. لا وتقول لي أنا الغلطان. أنت الغلطان. خلك من الطيبة الزايدة. تدري خلك طيب وخلهم يقصون عليك. كان بس أنا بنتظرك برا زين. أوكي أوكي. أوف. الحمد لله على كل حال، بس أنا متفائل كل خير إن شاء الله. بس الغريبة شمعنا أنا
أنا مأدي واجبي على أحسن وجه في الشركة، ليش يصير لي كذي؟ وهذا الشيء هو المشكلة. إيش قصدك؟ إذا سويت شغلك صح تكبر في عيون المدير وتصير الترقية، وهذا الشيء يقهر ناس واجد. صل على النبي، ليش يقهرهم؟ أنا ما أذيت أحد. يا أخي ترى الغيرة تعمل قلب، ولا يغار يأذيك. لا 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 ما أصدق، الشباب وياي من فترة طويلة في الشغل وعلاقتي وياهم زينة، ما أعتقد يسوون هالحركة هذا. يا حبيبي مو صعبة، في شيء يسمونه نفاق. نفاق، وأنا أبصم لك بالعشر ورتفنيشك واحد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو ينكشف لك اللي في قلوب الناس ما عاشرت أحد. الناس والناس، الناس والناس، أنت بس عدل كلامك ويا الناس بتحس أنت الغلطان مو الناس. زين خلك على طيبك وشوف من هو الغلطان. هلا ابو حسين، بس داق عليك بستشير في موضوع. انت متأكد؟ من متى تستشيرني؟ ايه بس ابو حسين تعرف الايام حالتي الماديه شوي صعبه وانا محتاج لمبلغ. مبلغ؟ ايه من فتره مسلف ولد عمك يوسف مبلغ واشوف ليه الحين ما رجعه، وانا مستحي اكلمه، ما ادري وش رايك. تسألني وش رايي؟ الموضوع اللي يستحي منك مو انت تستحي منه. والله انت يعني تدري، خل علي. لا 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 بس انا باكلمه خلاص. خير. غلط نفس ذيك المرة إن شاء الله. يا هل إيدي جيب وجهك. دينار وثمانية وثمانين فلس. إذا ما عندك عالي ما مشكلة، روح وجيب فلوس بنسجل في الأمن بعدين تأخر الغالة. عادي يعني؟ إي عادي ما مشكلة. هذه مكتوط في شلف رقم 3. شكرا. لو سمحت يا طيب بس. هاي محفظتك اللي ضاعت منك، تفضل. شكرا. حاضرين يا فادي، ما تفضل. كم قلت لي يا اخي؟ حسابك دينار 88 فلس. والله شكرا يا اخي. هلا محمود. ايش اخبارك يا ابو احمد؟ الحمد لله حياك الله محمود. ابو احمد ما بيطول عليك، جاي انك في سالفه. في سالفه؟ حياك تفضل. زاد فضلك، جاي انك بخصوص المبلغ يا ابو احمد. مبلغ؟ شكلك نسيت يا ابو احمد. انت ماخذ مني من فتره 500 دينار وانا الحين ضروري محتاجها. لا محمود شكلك متسخن انت مو صاحي. انا ما سلف من عندك شيء. عفا عليك يا ابو احمد. أنا مسأل منك المبلغ في يدك، شلون نسيت؟ لا شكلك بقى مو بس مصاخني محمود، اللي ضربت الفيوزات يا حبيبي. استغفر الله العلي العظيم. أقول توكل على الله، روح روح بيتكم يا عمي، روح روح. استغفر الله العلي العظيم، أنت ليش تسوي كذي الحركة؟ مو أسوي كذي، روح بيتكم يا عمي، ما أخذ ما عندك شيء أنا، روح روح روح. اسبوع واحد والمبلغ يكون عندك. تراك ما قصرت. بغيت السيارة ساعة ساعتين.
مبلغ؟ صدقت يا محمود، طلعت انا الغلطان واعترف ان معظم الناس طيبة. والله صدقت يا ابو حسين، وكان كلامك صحيح ان معظم الناس ما فيهم خير، شر في شر.